أهلا وسهلا بكم لمحبي المحقق كونان والمسلسلات البوليسية. عندي لكم لعبة تعتمد على فك الألغاز عن طريق استخدام مجموعة واحدة من البطاقات فقط. استعد لتدخل في سباق مع الوقت عن طريق لعبة أنلوك. خلونا نتعلم طريقة لعبها. في هذه النسخة من اللعبة هناك ثلاث سيناريوهات في صندوق واحد. السيناريو الأول وهو الهروب من المستذئبين، وأيضا يأتي مع بوستر جميل في اللعبة وهو من الفئة السهلة. وعندنا أيضا البحث عن الحكيم الصيني وهي من الفئة المتوسطة، وأخيرا كشف الجاسوس وهذه أيضا من الفئة الصعبة ولكن لها أكثر من لاعب، يعني هناك مجموعة من الشخصيات بأدوار مختلفة فيمكن أن تشارك هذه اللعبة مع أشخاص عدة. طبعا اللعبة جماعية يعني يمكن تلعبها بروحك أو مع مجموعة من الأصدقاء حتى 6 لاعبين. بكون واضح معكم من البداية، ألعاب أنلوك ظاهريا بسيطة وملونة ومفرفشة كذا، ولكن اللعبة فعليا صعبة جدا ومحتاجة جلسة على الشرفة مع شوية قهوة بحيث تفتح عقلك وتركز في حل هذه الألغاز. لعبة أنلوك للأسف يمكن أن تلعب مرة واحدة فقط من كل شخص، بالتالي لا يمكن أن أشرح لكم السيناريوهات الموجودة في الصندوق حتى لا أحرق عليكم اللعبة. لحسن الحظ مصممي اللعبة أضافوا نسخة خاصة تجريبية باسم توتوريال مود، وهذه تستخدم لفهم طبيعة اللعبة، فبنمر عليها بدون لا نحرق عليكم أي من السيناريوهات حتى تفهموا طريقة لعب أنلوك. بهذا الصندوق بمجرد أن تفتحوه بتشوفوا معكم هذا البوستر، هو عبارة عن يعني صورة مصممة للسيناريو الأول، ممكن تحتفظوا فيها بعد اللعب وتعلقوها عندكم في البيت. وعندكم ملف المهمة الثالثة، هذه خاصة بالسيناريو الثالث ما بتحتاجوها حاليا. بتشوفون الصندوق مقسم بهذه الطريقة، عندكم المهمة الأولى والثانية والثالثة، وعندكم أيضا التحقيق التجريبي. طيب فبنشيل هذا وبنحاول مع بعض نحل اللغز. بنحط اللعبة أو البطاقات في المنتصف ونفتح الآيباد أو التليفون اللي يناسبكم على تطبيق أنلوك. بتقرؤون إيش مكتوب في التوتوريال، بيطلب منك إنك تبدأ تضغط على التوتوريال وزر البدء. طبعا هذه الشاشة بتكون موجودة في كل السيناريوهات بتصاميم مختلفة. تضغط على ستارت بحيث يبدأ العد التنازلي، وتقوم حسب طلب البطاقة بقلب البطاقة الأولية اللي هي الأوفيس، وتضع باقي البطاقات على جنب. إيش يقول لك؟ يقول لك أنت تحاول الحين تهرب من هذه الغرفة المغلقة. تستفيد طبعا من الأدلة الموجودة في الغرفة، عندك هذه الأرقام اللي تعبر عن البطاقات، رقم 21 موجود هنا عند الباب، رقم 11 موجود هنا. نقوم بعدها بمحاولة فك الألغاز. نبدأ خلنا نقول بالدرج. الدرج يقول لك عبارة عن كابينة مغلقة تحتاج إلى أن تجمعها ب قطعة بازل زرقاء. إذا بتلاحظون كل بطاقة موجودة عليها رقم وشعار. طبعا عندك البازلز اللون الأحمر والأزرق، وعندك الماكينات، وعندك بطاقات عادية بدون ألوان. أي بطاقة حمراء بتشوفوا هذا شكل البازل، ممكن دمجها ببطاقة زرقاء لعمل تأثيرات معينة. كيفية الدمج إنك تجمع الرقم الموجود على البطاقة الزرقاء مع الحمراء. حاليا ما عندنا بطاقة زرقاء، خلونا نشوف بطاقة أخرى. نعم، هذا عبارة عن ماشين. الماشين عادة يستخدم عن طريق الضغط على زر الماشين ووضع رقم البطاقة، في هذه الحالة الرقم 69 تضعه هنا. يقول لك انه هذا الماشين عليك استخدام الرموز الموجودة هنا لفك اللغز. حاليا ما عندنا اي ادلة لفك هذا اللغز، واي فكرة خاطئة عملناها وضغطنا اوكي نعاقب بخسارة دقيقة واحدة من وقتنا. اذا انتهى الوقت طبعا لا تخسر اللعبة، ولكن يؤثر هذا على نتيجتك النهائية. نفتح اللغز اللي بعده، ايضا ماشين وهو بوابة الخروج، يعني هذا بيكون اللغز الاخير اللي علينا نحله. ولكن مرة اخرى اذا ضغطنا على الماشين والرقم 21 بيطلب منا الكود عبارة عن 4 ارقام كما يبدو، ولكن ما عندنا اي دليل. نفتح الرقم 11. طبعا ممكنك فتح اي بطاقات في اللعبة اللي متاح لك استخدامها. يقول لك مفتاح، ومثل ما لاحظنا اللون ازرق، يعني ممكن المفتاح ندمجه مع الكابينة بيطلع لنا رقم 46. ايش نسوي؟ بنرجع للبطاقات بنشوف الرقم 46 موجود،
وبنفتحه. فعلا يقول لك very good، الكابينة مفتوحة، ممكن لك تتخلص الآن من البطاقات 11 و35، خلاص ما عندنا نحتاج لها. الآن بتشوف إيش الأدلة الموجودة في هذا الصندوق. عندك الرقم 16 مكتوب هنا، وأيضا نوع من الرموز. خلونا نبحث عن البطاقة 16. نعم موجودة، تعطيك حبل. والله إيش يسوي هذا الحبل ما نعرف حتى الآن، ما في أي دليل نستفيد منه للحبل. قبل أن نفتح هذه البطاقة عندنا رمز هنا شبيه بالشكل الموجود في هذه البطاقة. الرمز يقول لك الدائرتين اللي في النص. خلونا نجرب ونفك اللغز. نروح للمشين، نضغط الرقم 69. أوكي، بنحاول نفك اللغز بهذه الطريقة. نضع 1 2. أوكي ممتاز. يقول لك الرقم 9 أضفه لأي بطاقة زرقاء. إذن عندنا حاليا بطاقة زرقاء واحدة فقط، ممكن نضيف إليها الرقم 9 بيعطينا النتيجة 25. خلونا نكشف الرقم 25. يقول لك ممتاز، أنت استعدت الطاقة في هذا الجهاز، والآن بإمكانك أن تضيف الرقم 6 بعد أن تتخلص من هذه البطاقة. طبعا تضيفها لأي بطاقة حمراء. حاليا ما معنا بطاقة حمراء، خلونا نكشف 42. ممتاز، عبارة عن شاشة تلفاز، خلونا نضيف إليها 25. يقول لك ضيف الرقم 6 إلى 42، وكذا نكون عندنا البطاقة الأخيرة 48 ضفناها، وطبعا نتخلص من البطاقات المستخدمة، وهذا يعطينا الكود الأخير للخروج من الباب. نروح للمكينة رقم 21 بحيث نفك اللغز. اللغز موجود 7239، ونضغط أوكي. ولكن يقول لنا الرقم صحيح ولكن الترتيب خاطئ. الآن نعيد الكرة ونحاول نكتشف أين كان الخطأ. يبدو أن هناك ألوان تناسب لون exit الحروف المكتوبة، يعني إذا عدنا ترتيبها مرة أخرى 21 يكون اللون الأحمر، إذن 9 كرقم أول و3 كرقم 2 و7 وأخيرا الرقم 2. نعمل أوكي وكذا نكون انتهينا من المهمة وأنهينا المرحلة التجريبية. وكذا نكون فهمنا طريقة لعب أنلوك. أنلوك من ألعاب فئة الإسكيب روم. إسكيب روم جيمز هي ألعاب تعتمد على فك الألغاز للخروج من مأزق ما. هناك كثير من البراندز أو العلامات التجارية من نفس الفئة، أشهرها إكزيت ثم أنلوك ثم مجموعة كبيرة من البراندز الأقل شهرة. من تجربة شخصية أنصح لأي شخص حاب يدخل هذا العالم يبدأ بألعاب أنلوك، لسبب واحد، أنه أولا ماديا اللعبة أوفر، يعني بمجرد أنك تنتهي من لعبة أنلوك ممكن تعطيها وتأجرها لصديق ويلعبها بدون لا تخرب القطع، بعكس ألعاب إكزيت اللي أحيانا تضطر فيها إلى إتلاف بعض القطع أو صندوق اللعبة حسب المهام. فأنصحكم تبدأون بأنلوك، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.